ففي العموم الايجابيات كلها كتيره ومميزه بالنسبه للنادي الاهلي، وتبشر بمرحله قادمه هتكون رائعه باذن الله تعالى. بمين؟ بمسانده الجماهير، بعد توفيق ربنا مسانده الجماهير ومجموعه اللاعبين. ما تنسوش اللعيبه اللي لعبت دي في فرقه زيها في نفس المستوى بره ما لعبتش. وليد سليمان ما شاركش، احمد الشيخ ما كانش بيشارك. اهو هي دي اللقطه، بشكركم يا جماعه، هي دي اللقطه. ده كده خلاص احنا كسبنا الكاس واللعيبه راحت تحتفل مع الجماهير. حمدي فتحي ماشي لوحده، احنا كنا في نص الملعب اللي على يمينك ده، فحمدي فتحي ماشي لوحده والناس بترتب المنصه عشان الفريق يحتفل ويستلم الميداليات والبطوله. فهو ماشي بيقدم نفسه، واضحه جدا الصوره، صوره معبره قوي. انا ايه اللي خلاني ما اشيلش الكوره؟ انا ايه اللي خلاني عملت تأنيب النفس حتى لو فزت؟ ده بيدل على شخصيتك المميزه وانك عايز دايما تتطور، مش بتوصل لحاجه معينه وتقف، لا انت عايز تتطور. ففي الحقيقه الصوره دي لفتت نظري جدا، وصوره مهمه قوي للاعيب كبير زي حمدي فتحي. واللاعب ده هيبقى لعيب منتخبات ما فيهاش نقاش، يعني ما فيهاش نقاش، يعني الاختيارات منطقيه وعكس الاختيارات اللي كنا شفناها مع مستر اجير، يعني مع كابتن حسام بدري ان شاء الله المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. طبيعي لو استمر حمدي فتحي بهذا المستوى اكيد هيكون متواجد في منتخب مصر، وهيلاقي منافسه كبيره جدا مع بعض اللاعبين في هذا المركز في مختلف الانديه. فانا كنت بقول لحضراتكم ان احنا لسه عندنا قائمه جامده جدا من اللعيبه جدا، في بره اليو ديانج، في احمد الشيخ، في صلاح محسن، في وليد سليمان، مش عايز انسى حد، بس في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، في صلاح جمعه كمان كان بره، في رامي ربيعه، في سعد سمير، في كريم نيدفيد راجع، في كمان مين ده، في محمد محمود ده هيبقى حاجه جامده جدا في نص ملعب النادي الاهلي كمان. وكلكم انا عارف ان كل الناس مستنيه عوده محمد محمود يعني. فمتخيل القائمه بتاعه النادي الاهلي عامله ازاي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبعد بس عنهم الاصابات. امبارح عندنا 3 اصابات للاسف، لكن في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ولكل هذه القائمه والمدير الفني المبشر. مش عايز ابالغ قوي في تقييم المدير الفني وان هو ممتاز وكل حاجه، لسه هيتم الحكم عليه مع بعض المباريات، لكن تحيه كبيره جدا ليه. عمل ماتشين ما شفناش الماتش الاول، هنشوفه بالليل بالمناسبه على قناه الاهلي الساعه 11، الماتش الاولاني بتاع كانو سبورت، ودي هتبقى حاجه مميزه جدا من اداره القناه في الحقيقه، يعني ان هي تعرض هذه المباراه. تقدروا تتفرجوا وتشوفوا المباراه الاولى مستر فايلر بعد ما شفتوا المباراه الثانيه ليه امبارح امام نادي الزمالك. فان شاء الله نتمنى له استمراريه. عجبني قوي ان النادي الاهلي بيلعب على الارض، للاسف كنا بنلعب كرات طوليه، مش ده النادي الاهلي خالص، مش دي شخصيته، لكن امبارح كنا بنلعب على الارض، بنروح للجون بعد الجون الثالث عايزين نجيب اهداف. دي كلها مميزات مهمه جدا، ولولا فعلا ظروف المباراه واصابه الاثنين المدافعين كان ممكن السكور يبقى اكبر من كده على فريق كبير زي نادي الزمالك. ففي كل الاحوال الف مليون مبروك لكل الاهلاويه، والقادم ان شاء الله باذن الله يكون افضل بكتير كمان للنادي الاهلي من حيث الاداء ومن حيث النتائج والبطولات، وده اللي احنا مستنيينه. طيب خلينا نتكلم عن بعض الامور الاخرى فيما يتعلق بالنادي الاهلي ايضا. الاهلي يظهر بقميصه الجديد.